أنا مضطر ألقي كلمة في النادي العربي أشرح فيها الموقف. تعمل عين العقل ناظم بيك. يا ناظم بيك، إيش بدك تقول للناس؟ إذا كل واحد من حزب وكل واحد في وادي. ومشان هيك ضروري الحكي بصراحة، كل الناس خايفة على الوطن. هلا لو كل الناس في لهم رأي واحد، ما كان في لزوم للحكي. إيش بدك تحكي بالضبط؟ أحسن شيء أكتب الكلمة وأعرضها عليكم ونتناقش فيها. توكلنا على الله. يا الله. وافق اسماعيل باشا، كل اسبوع لك ساعتين وصل ليلة الجمعة، تجي على القصر بشوفي وفائي بيك وبشوفك. وفائي، انت لازم ترجع للقصر. معلش حبيبي، هيك أحسن. إن شاء الله بكرة عكاش وبني لك غرفة. هداك الوقت رح أجيبك تعيش عندي على طول. هلا بوعدك، بوعدك أجي أزورك كل أسبوع يوم الجمعة. مبسوط. تفضل فوزي افندي. يلا يا مصطفى. على مهلك السادة، ماذا تصفون الحالة التي وصلت إليها البلاد الإسلامية؟ زفت. القوى الأوروبية قد فرقتنا، تآمرت على وحدتنا. هذا حكي الأتراك. إن البلاد العربية والتركية تتعرض للعدوان والاحتلال والتقسيم. علينا أن نعود إلى تراصنا وإلى وحدتنا. أيها السادة، لا تستمعوا إلى الإنجليز الذين هم كالثعالب، يخدعون الشعوب، يقودونهم بحجة الثورات على الظلم والاستبداد نحو التقاتل فيما بينهم، فإذا ما ضعفوا وتفتتوا تقاسموهم مع الفرنسيين. كان في ظلم وكان في استبداد، مين منكم نسي إعدامات 6 أيار؟ لقد ارتكبت السلطنة العثمانية الكثير من المظالم، أما وقد خرج العثمانيون من بلادنا فعلينا أن نفكر بشكل سليم وبدون ضغائن. ما فات قد مات، ونحن لا نريد أن نستبدل استبداداً باستبداد آخر من نوع أوروبي. صحيح، فلتحيا ناظم بك. علينا أيها السادة أن ننهض ونتسلح للدفاع عن بلادنا ضد القوى الأوروبية، وذلك يداً بيد مع من؟ مع من هم في صفوفنا؟ بيقصد تركيا. نعم أيها السيد، أقصد تركيا، وحلب الشهباء منوط بها أن تكون السباقة في إعادة اللحمة بين الأمتين العربية والتركية. ففي حلب الكثير من العوائل من أصل تركي يعيشون بحب ووئام مع أهل بلدهم العرب. مرض؟ في حدا قال انه صابته حمى، بس انا كنت واعي، ما بتذكر انه مرض. ايه ما بظن انه صابته حمى. كمان في مين قال انه حبته وحدة جنية. ايش بك ليش عم ضحك؟ ايش في بضحك؟ ايش بضحك خي نديم؟ مش حبته وحدة جنية. ايو اه بقول لك، بس ضل بيناتنا ها؟ خلص بير غميق. سيدي اسماعيل باشا ضربوا على راسه لما كان صبي صغير، سوريا كانت موجودة ومن يوما عطب. ضربوا على راسه؟ يا حجي هي القصة مثل ما عم بقول لك. العفش
لك هذا وحش يا جماعة، ما هو إنسان. وفائي بيت كان مثل الزهرة. ولك الله يعينه ويساعدها فتنة خانهم صابرة. مدام هيك ليش رجعوه؟ رجعوه على القصر لكن بشرط إنه سوريا خانهم تشوفه كل جمعة. حمود؟ وين يا؟ لا تأخرها، نحن ساكتين عم استناك لترجع. إن شاء الله روحها بلا رجعة. راي فسفس للباشا. أقولك يلا سيدي، خلي يعرف الباشا إيش قد تبهدل. طيب روح أنت ارجع على القهوة. فوزي أفندي، علوة تعفيني من هالشغل الله يخليك. ليش بقى؟ كل جماعة القهوة بيعرفوني بقول حكي، وهذيك المرة ضربوني وبهدلوني، الله وكيلك أكلت قدر مثل البغل، لذلك عفيني من هالشغلة. ولو اقعد بالقهوة ولا على بالك، الكلام اللي عم تنقله معروف، أنا حيطك مو مشان شي، مشان يعرفوا إلي عيون عم تراقبهم طوال الوقت، فهمت بقى؟ فهمت بس مع ذلك عفيني. روحوا لك، روح على القهوة، بلا عليك قبل سنين طويل، روح! وقصة وفائي بيك صار على كل لسان يا باشا. صاير على كل لسان؟ سامحني يا باشا، أنا لازم أنقول لك كل شيء. عكاش حكى لنديم، نديم ما قال حكي لجماعة القهوة. وايش حكى بالضبط؟ قال إنه سعدك ضربت وفائي بيك على راسه فنعطب البيك. معناتها سوريا حكي لجوزها. هيك صار يا سعادة الباشا. أنت وكيل أنت ولك حيوان؟ واقف عم تتفرج علي شلون عم تبهدل؟ بدك تلاقي لي حل؟ بدك تلاقي لي حل؟ عمرك سعادة الباشا، عمرك سعادة الباشا. حكي لجوزها بنت الكلب. ديب قلبي عليها، هو حلف يمين ما بصير اشوفها. سألي الشيخ يا فتنة، سألي لاقي لك حل تحسني تشوفيها بغيابه، ما بصير تضلي على هالحالة. فتنات ناظم قال انه سوريا حبلي. سوريا حبلي؟ إذا ما بتعرفي سألي حدا. حلف عليك شلون فتنة خانم؟ حلف علي ما أشوف بنتي. لقيت لك الحل. لقيتي؟ لما بتقابليها غمضي عيونك فتنة خانم. ننزل نعيش بحلب يا دادا؟ مو أحسن ما تعيشوا هون وتشتغلوا بالزراعة؟ أنا شايف السيد عكاش ما كتير عم يحب الزراعة، معه حق، هو ابن مدينة. اوعى تحكي هالحكي قدام عكاش، نحن لازم نعيش هون وهو موافق. مو شايفتي شلون ما عم يقدر يبرك بلا شغلة، يا أما في الأرض يا أما هون. يا سوريا خانم، أنا برأيي إذا بتعيشوا بحلب بتبعدوا عن الباشا. وليش نبعد عن الباشا؟ هو يبعد عننا، أنا بنت هالضيعة. صحيح أبوي حرمني من الورثة، بس رايحة أضمن لك أرض قد الأرض اللي كان بده يورثني إياها. حرام يكون إلي شي في هالدنيا أشتغل مشانه يعني؟ جاوبيني يا دادا. يا سوريا خانم، إذا هيك بدي الله يقدم اللي فيه الخير. لازم تكوني أنت كمان مقتنعة. يا سوريا خانم، أنا طول عمري الدادة تبعك، وبدي أضل طول عمري الدادة تبعك وتبع أولادك. اللي بيريحكم بيريحني. مرحبا يا سوريا. مين سلامة؟ إلا نيجي نشوفك بالسر ونشوف حالتك اللي بتقسي. أهلا وسهلا. ميت السلامة، ميت السلامة، شرفتوا يا جماعة. أهلا وسهلا. أهلين. تفضلي تفضلي خالتي. تفضلي 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 تفضلي. ما بتعرفوا شو قد اشتقت لكم. أهلا وسهلا سوريا، رايدين نبرك لوحدنا. سوريا خانوم،
أنا رأي أريد الحصان، بدك شي حبيبتي؟ سلامتك حبيبي. تفضلي تفضلي خالتي، يا أهلا وسهلا، مية سلامة. يا أهلين. عطاش، بتكون سعدت حبيبي؟ لا لا ما سعدت. خالاتك رايديني بركم معك لوحدهم، مش علي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا الفت خانم، تفضلي. اهلا وسهلا نازل خانم، تفضلي. اهلين يا دادا، الله يبهدلك انت وبنت اختي على هالعيشه. الحنتور ما رضي يجي لهون. روحي سوي لنا قهوه. روح. حاضر، عند اذنكم. ميت السلامه. والله سريا، بأنا شهر انت؟ بالسادس يا خالتي. على قد الحال، من السنة الجاية رح نعمر أوضة جديدة ونحسن الحال إن شاء الله. مبين يا بنت أختي، مبين. المهم السعادة يا خالتي، أنا وعكاش مبسوطين كتير. أنتي وعكاش مجانين. مجانين؟ يعني لو كنت أخدي ابن أديب بيك بكون عاقلة؟ لا، أحسان بيك ما بينطق. شفتي؟ المهم نحن هلأ جايين نطمن عليكي. تسلمي يا خالتي نازك خانو. بس مانا مبسوطين هون. بدك تربي ابنك يا سوريا بهالقن؟ ليش قن؟ ما هو ضروري يعيش في قصر يا خالتي. يا سوريا يا بنت اختي، انت بنت باشا وابنك حفيد الباشا، يعني هو صعي اسماعيل باشا اخذ على خاطره وحالف يمين. يا بس انت بتضلي بنته. وبعدين عم نسمع حكي ما حلوه تضلي انت وابوك يا قصاب ويا لحام. هو هيك بده. سوريا أبوكي دايما على حق. فكرنا هلأ أنا ونازك نعرض عليكي تنزلي لحلب، نشتري لك بيت وبتعيشي فيه أنت والمجنون تبعك. لا يا خالتي. قلت لك يا ألفت، قلت لك إنه سوريا مجنونة وما رح تقتنع. أبوي هو البيع، عدكم تعرضوا علي هالعرض مشان يتخلص مني مو هيك؟ عيب يا سوريا، أبوكي ما عم جيب سيرتك طاول، شطبك من خانته وشالك من ذهنه. شطب اسمي من خانته؟ ليش؟ ليش ما بتعرفي؟ لا. على كل ما بهم، بالناقص. تفضلي يا فت خانو. على كل لين يا سوريا، امك دايب قلب عليكي ورايده تشوفك، وابوكي حلف يمين وما بتحسن تعارضك. شان هيك راحت لعند الحجة أمون وسألتها، قامت قالت لها تقدر تقابلك وهي معمشة. فاللي رايدين نعرفه تريدي تشوفيها؟ معلوم يا خالتي، أمي ما عملت لي شي، أنا كمان قلبي دايب عليها. إيه خلص، لكان اسمعي. أيو خبر الرفاق بالأناضول إنه نحن مستعدين، اي شيء بكلفونا اياه بننفذه بكل كفاءه. ولا تنسى تحكي لهم عن تعاون اسماعيل باشا، ها، والتحركات اللي قمنا فيها. على كل حال التقرير اللي كتبناه كافي وافي. خود على خير ناظم بيك. خيو دق عدي على الضيعه. ايه رايق عدي، مشتاق لابني عادل كثير. كويس، انا عم بنتظرك على نار. ها اول ما بقطع الحدود لعندك ساوي. ايه ايه انا بعرف طريق، خليك ناظم بيك. طيب طيب الله معك، مع السلامات. سوريا سوريا، ليش عم تبكي حبيبتي؟ ما في شيء، رجعنا. قليلي الأول، ليش عم تبكي؟ ايش قالوا لك خالاتك؟ شطب اسمي من خالته.
ايش علي يا سوريا؟ لانك صرتي مرتي، يعني صرتي على خانتي. ما حاسمي هلا، ما عاد لي أرض. لا لا يا سوريا، انا جوزي وابوكي كمان. يا سوريا انت قويه، لازم دائما تضلي قويه يا حبيبتي. لما بتبكي بضغط قلبي عليك. سلامت. تصبح على خير يا سوريا. شفت يا وفائي؟ مثل ما وعدتك ساويت، رح اجي لعندك كل يوم جمعة مثل هلا، بس ما بكره اجي ما الاقيك. اوعى، ابقى استناني حبيبي، ان شاء الله بجي وما بشوفك. صحة، صحة وهنا يا رب. لو تعرف قدك غالي على قلبي يا وفائي. بدي اياك تضلك هادي كل الاسبوع، والا بزعل منك ها. يلا حبيبي كول. أنا بعرف إنك هيك الهمي. بس انت لازم ترتاح هلا. ما رحت لعندي شفتني قد مبسوطه؟ مبسوطه كثير يا وفائي. اهم من كل شيء انه عكاش بدير باله علي وبيحبني. قول حبيبي. هلا الواحد ايش بدها غير تعيش مع جوز يدللها ويحبها؟ صح ولا لا؟ صدقني يا وفائي، القصر والخدم والحشا ما كثير مهمين. هي انت عايش في العليه وانا عايشه في كوخ، المهم الواحد يكون مبسوط. اهم من كل شيء يكون له هدف في الحياه يا وفائي. وانا لي هدف. ورح أنجح، رح أنجح بإذن الله. رح تشوف أختك سوريا إيش رح تعمل. خدي بتشوف. يلا حبيبي. يلا. خلاص شبعت؟ صحة وهنا يا رب. صحة حبيبي. يلا، أنا لازم أمشي بقى. يلا حبيبي خاطرك. بدك شي؟ وفائي، حبيبي. يوم الجمعة مثل هلا بكون عندك. مشاني. اشتاق لي كثير، أنا رح اشتاق لك كثير كمان. وفائي حبيبي، أنا عندي شغلة كثير مهمة هلا بدي أساويها، تعال أقول لك. إيه؟ إيه؟ يلا حبيبي. يلا يلا مشان سوريا. يلا خاطرك. ديري بالك علي يا حسيبي. من عيوني يا سوريا خانو.
كثير. خبريني خبريني عن احوالك. انا مبسوطه يا امي، مبسوطه كثير. جوزك عم بدللك؟ عم دللني يا ماما، عكاش ما في منه بالدنيا كثير منيح. قالوا انك حبلين في الشهر السادس. خدي صاري؟ قالوا انكم عايشين في كوخ مثل قلب الدجاج، ابنوا بيت مثل العائله. بيتنا احسن من قصركم يا امي، بعدين انا ما باخذ من مصاري الباشا. لا تاخدي، خليك جنبي. ضلنا جنبك يا امي، بس هلا بيجي بابا. لسه بكير، هاتي ايدك. شادلك يا امي، شادلك طيب. هلا احكي لي عني وعن جوزي. خلي امون، خلي امون، افتحي انا عكاش. سوريا خانم عم تولد. جيت لي يا امون. دخيلك دخيلك الحقيقة. لا تخافي دادا، لا تخافي، هات المي السخنه. وين يا سيد عكاش؟ مالك محل بين النسوان؟ والاحسن تلاقي لك محل تروح له. وانت اروح بهالجو؟ بعد الدنيا اللي حصير الصبح. خليك هون بصير محتاجك. يلا يلا سكر ورانا. جيت يا خالي أمور. جيت أحل مشكلتك. خايفة خايفة يا خالي. لا حبيبتي لا تخافي لا تخافي. ايه يا سوريا خانم؟ بدي اياك اذا متت ما تبقى هون فاضيها، تدفني في الارض تبعنا وتسافر فورا لحالك. شو الحكي يا سوريا؟ انت جننتي؟ ما بصير تجيبي سيره الموت على زينك. عم بقول اذا. ما في اذا. كل مره بكريه بتخاف وتفكر هيك. لكن بعدين لما بتلد تفرح وبتنسى. كل مرة هيك بخطر لها؟ ايه كل مرة بكري. الله يرضى عليك يا سوريا، انت لازم تنامي وترتاحي. لا تفكري بالولادة هلا. ايش افكر لك؟ فكري بالزراعة. الزراعة؟ كل ما بفكر بالزراعة بتقلي فكري بشي ثاني. انا بقول لك هيك؟ ايه والله جد. اوص روحك يا عكاش. طمنتني. كنت خايفة أموت على المزبوط. سلامتك يا سوريا سلامتك. ولدت؟ لسه لسه يا سيد عكاش. قول يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. سوريا سوريا بنتي. تفضل سيد عكاش، والحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامتك يا سوريا خانم. الله يبارك فيك. اللهم صل على النبي. صبي ولا بنت؟ صبي. صبي. مثل ما كنتي رايدة يا سوريا.
لا تخنق الولد ابو حلال، كلياتنا تعبنا فيه. لانت الله يعطيكم العافيه يا خالي أمك. بسم الله. شوفي يا خالي أمي، حلو كثير ما هيك؟ بيشبه سوريا. بيشبه اسماعيل باشا. خالي. دي يا خالي أمور، أين اسماعيل باشا؟ ابني حلو، حرام عليك. فكرتوا ايش بدكم تسموه؟ لا والله. فكروا بسرعة، الولد لازم يخلق واسمه معه. لا تطلع فيني، سميه أنت. ليش بيعرفني؟ عمري ما سميت ولد. يعني أنا اللي سميت ولد. يلا لاقي لك اسم. بصراحة أنا بحب اسم أميرة، بس هذا صبي. يلا لا تصعب عكاش. طيب ايش اسم أبوك؟ أبوي اسمه حمزة الله يرحمه. ليش؟ حمزة. حمزة اسم حلو، رح نسميه حمزة. ايش رأيك يا دادا؟ اسم حلو؟ ايه حمزة كتير كتير حلو. حمزة أبوس روحك يا حمزة، أبوس روحك أبوي، أبوس روحك. لا تصرخ بوش الولد بينشوس. صباح الخير حجي أمو. صباح الخير فتنة خانم، صار لك زمان عم تستنيني؟ نص ساعة، شفت بمنامي الليلة إنه ولدت وإجاها صبي. الحمد لله. ما خلوني أجي لفطروني مامونية حلبية طبخها عكاش. الله يبشرك بالخير. خدي. إيش هدول؟ تعبي كل بشارة. تعبي ووصلني. أبوس روحك. طيب شكرا. بدك تفضلي فتنة خانم؟ معلش مرة تانية، لازم اروح للقصر وافطره للباشا. بخاطري. مع السلامة. صاي ايش سموا الولد؟ حمزة. وليش حمزة؟ على اسم جده لابوه. بخاطري. مع السلامة. ألف مبروك يا دادا. الله يبارك فيك يا سيد نزيل، وقبل عندك إن شاء الله. تسلمي، ولو إنه ما هو مبين. الله كريم، الله كريم. خد ضيف الموجودين إذا سمحت. يا على راسي هاتي. تسلم والدين. يا الله. تفضل يا شباب. سوريا خانم ولدت اليوم وجابت صبي. السلام عليكم. مع السلامة فوزي يا فندم. خير يا باشا؟ في شيء؟ لا ما في شيء. خبرك فوزي افندي انه سوريا ولدت وجابت صبي؟ ليه عرفتي؟ شفتها بمنامي. امتى الصبح رحت عند الحجه امون، هيك الله الهمني وهي خبرتني. هذا اللي نقل لي يا فوزي افندي. سموا الولد؟ سموه. ايش سموه؟ حمزه. ليش حمزة؟ على اسم جده لأبوه. على اسم جده. عبد الرحيم تأخر كتير، مالي مشغول عليه. الغايب عذره معه ناظم بيك، بعد الانتقال بين تركيا وسوريا ما هو مشوار بسيط.
الامور عم تتسارع كثير يا ميخائيل افندي. في اشياء ما عم بفهمها. الشارع عم يغلي غليان، الناس فهمت نوايا الفرنسيين. المهم يفهموا نوايا الاتراك السادقه بمساعدتهم ضد الفرنسيين. تفضل. العفو ناظم بيك، زاهد افندي عندي بالمكتب. زاهد افندي؟ خليه يدخل. حاضر. اكيد في شيء جديد، صار له زمان ما قطعنا. هو زاهد افندي كثير حب. السلام عليكم. بعد زمان زاهد افندي، اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله. احترامي ناظم بيك. وهي ميخائيل افندي عندك هون. انا دائما هون، ما لك خبر؟ شلون ما لي خبر ميخائيل افندي؟ ومنشان هيك انا جاي مخصوص لهون لحتى اشوفكم. يعلم الله انك شرفت، انا منتظر هالزياره من زمان كثير. يا سيدي بالحقيقه انا جاي مشان اعتذر. لا لا لا، ما صار شيء بيناتنا ولو؟ لا صار، وتحديدا مني انا بالذات. انا حيشاكم كنت غبي. لا لا محشوم. محشوم. يا سيدي فعلا انا كنت مغمض عيوني. باي ناحيه؟ الفرنسيين كشفت نواياهم. احتلالهم للساحل السوري ما هو مرحله لمحاربه الاتراك. هدفهم يمنعوا تشكيل الدوله السوريه. في عندكم شيء رسمي بحزب الاستقلال؟ نعم، رح نعلن الجهاد المقدس ضد الفرنسيين. وانا ريد اكشف لكم سر، مع انه هو في الحقيقه ما عاد سر. تفضل، تفضل زاهد افندي. شو هو؟ في صلات بين اميرنا الامير فيصل والاتراك، وتحديدا مع مصطفى كمال بالذات، للتنسيق في المعركه ضد الفرنسيين. بين الامير فيصل ومصطفى كمال؟ اي نعم، رغم تخوفنا من البلشفيه اللي عم تنتقل لنا عبر تركيا، وبتشجيع من مصطفى كمال بالذات. وإنني أهيب بالسوريين أن يزغوا إلى صوت الحق وصوت أمة حزينة يتحكم فيها الاستبداد ونوايا الأعداء الشريرة. وأنبه الأهالي كأخ في الدين أن لا يأخذوا بالصراع الذي فرق بيننا وتسديد السلاح معنا ضد الأحزاب الخائنة والقوى التي تود التفريق بين البلدين تركيا وسوريا. كما أهيب بهم ألا يصغوا إلى وعود أعداء الدين الملحدين. فليسقط أعداء الدين. عاشت الأمتين العربية والتركية. عاشت عاشت عاشت. الموت للفرنسيين. الموت للفرنسيين. كلمة مين هاي؟ ايش كنا عم نحكي بالصبح لله؟ كلمة مصطفى كمال إلى الأخوة السوريين. وإيش بأكد لي أنه مصطفى كمال بصحيح؟ كمل يا أفندي كمل. وأنني أدعو لإنقاذ البلاد والإسلام من أيدي الأعداء، وبإمكاننا إذا توحدنا الانتصار عليهم. فانظروا إلى انتصاراتنا في قنية وبورصة، فالمجاهدون الأتراك سيؤيدون أخوانهم العرب إذا ما هبوا يمزقون الأعداء. فلنعش كأخوان في الدين والمحق والزوال للأعداء. التوقيع مصطفى كمال باشا. خطاب إلى السوريين، وأنني أهيب بالسوريين أن يصغوا إلى صوت الحق وصوت أمة حزينة يتحكم فيها الاستبداد ونوايا الأعداء الشريرة. وأنبه الأهالي ما تصدقوا الحق العثمانيين بدنا يرجعوا. لك مين لك الشقة؟ بس يا شباب، 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 بس يا شباب. أنا كنت بعرف عن أصيلات، نقل لي الخبر عبد الرحيم افندي من الاناضول. بس اللي كنت بستغربه انه ليش كانوا ساكتين؟ هلا صار يحكوا. ما شفت زاهد افندي شلون صار؟ يبدو انه صار وقت التحرك والمجاهره. نحن في قدامنا شغل كبير. تفضل عبد الرحيم افندي. سلموا. مروه الفات. يا اله السماوات، ايش هي المفاجاه العظيمه هي؟ اهلا 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 عبد الرحيم افندي. اهلا أهلاً أهلاً. إيش ناظم ليش تأخرت؟ عبد الرحيم أفندي صار له ساعتين عم بستناك. كنت سهران عن ميخائيل أفندي. إيه بس نحن قمنا بالواجب، ما هيك عبد الرحيم أفندي؟
اكيد اكيد يا خانم، غمرتونا بلطفكم. اه تفضل تفضل. يعني تعشيتوا؟ يعني معقوله نترك عبد الرحيم افندي يستناك بلا عشاء؟ اعمل لك لقمه؟ لا كتر خيرك، تعشيت عن ميخائيل افندي، قام بالواجب وزياده. طيب تصبحوا على خير. وانت بخير. عبد الرحيم افندي، انت اكيد بدك تنام عنا الليله هون. حساب حسابك، بكره معزوم عنا على الغدا. ها ما في داعي تعصبوا حالكم نازل يا مياي. ابدا، ميت السلامه. عن اذنكم. اهلين. عود عبد الرحيم افندي، عود لاحكي لك. اليوم كنا بمهرجان في طابي، كل القوى السياسيه كانت عم تدعي لمحاربه فرنسا وللتعاون مع الاتراك. اخبار عظيمه. ها عظيمه عظيمه جدا. والاعظم من هيك انه حزب الاستقلال العربي تبع الامير فيصل كانوا اكثر ناس متحمسين. بعدين احزاب مين اجى لعنا على المكتب؟ زاهد افندي اجى شخصيا وعم بيعتذر عن كل مواقفه السابقه، وقال انه هو بده يحكي لنا يعني على سر، قال انه الامير فيصل عم بيتصل مع كماليين مشان ينسقوا بنات بعضهم مشان يحاربوا الفرنسيين. ما انا صرت اضحك بيعدي تعالي لي يفكر انه عم بضحك عليه، انه انا ما عندي خبر يعني ايش عم بقول لك فصلي. صحيح، قل لي ليش تاخر تنفيذ الاتفاقيه 3-4 اشهر؟ في شيء اخبار من اناضول؟ ما تاخر ناظم بيك، ما تاخر. شلون ما تاخر؟ اذا جماعه الامير فيصل واركان حزبه ما عندهم فكره عن الاتفاقيه ولا بيعرفوا اي شيء عن الاتصالات لليوم. ايش بدنا نساوي؟ اذا الامير فيصل ما كان يقطع الخيوط كلها مع الانجليز، عم يشتغل مع الانجليز من جهه ومع الاناضول من جهه ثانيه وبالسر، بس لما حس بالبساط عم ينسحب من تحته بلش يشتغل بالعلن. ها يعني هلا خلاص قرر؟ هيك الظاهر، لانه بلش يبعث اسلحه لسوار صبحي بركات اللي عم يحاربوا الفرنسيين في اسكندرون وانطاكيه. على كل حال يعني بهالفتره هي عملنا اتصالات في كثير مجموعات من السوار رايدين يحاربوا الفرنسيين بالاراضي اللي احتلوها، حتى اعضاء حزب مصطفى كمال متحمسين. جايب معي بيانات باللغتين العربيه والتركيه. ما بدي اشوف من ثقب الطرقات والشوارع. لك خيو كل يوم في رسالة أو في بيان من مصطفى كمال عم بتلزق بالشوارع وعم بيقروا الناس. يا كويس هذا. هلا ما قلت لي أنت ليش تأخرت؟ ما كنا عم ننتظر قرار الحكومة السورية في العمل؟ بالمناسبة ريد أخبرك، راح تصل لعزاز شحنة سلاح. هاي عظيمة. لمين؟ بدأت تتشكل عصابات السوار وهي لازمة أسلحة، رح أبعث الأسلحة للعنوان المسجل عندي. خيو إيه مو قلنا لك نحن عملنا اتصالات مع جماعات بدهم سلاح مشان يحاربوا فرنساوية؟ معلش يا ناظم بيك معلش، الشحنة الثانية بوزعها عليهم. الشحنة الثانية؟ إيش عليه؟ عبد الرحيم أفندي، طيب الشحنة الأولانية يعني لمين جاية إذا مو سرها؟ أي سر يا ناظم بيك؟ بصراحة لشخص مهم جدا، شخص معروف ومحبوب كثير. الحكومة السورية وجهت له طلب لقيادة الثورة في منطقته. إبراهيم هنانو. إبراهيم هنانو؟ إيه ها؟ أبوس روحك حط. ها. ايش مكتوب هون؟ ايش مكتوب؟ والله هذا خطاب الى السوريين بوجه مصطفى كمال باشا مشان يدافع عن بلده ضد الفرنسيين. يلا يا احمد يلا يلا. اسمعت اتركي من ايدك روحي على المطبخ. تامري الفتخان. عيب يا نازك، ايش بده يقولوا علينا الناس؟ ايش بدهم يقولوا يعني؟ الرجال صار افندي، ايه ما بتفرقي عن نازك؟ مع ذلك نحن صرنا كبار بعد كل هالعمر؟ يعني ما بحق لي بعد هالحرمان افرح؟ انا ما قصدي ما تفرحي، بس عبد الرحيم صغير، انت قد امه. حرام عليكي يا الفات، الله يسامحك. نازك، انا ما قصدي ازعلك، بس الوحده لازم تعرف حدها.
انت صايره ظالمه اكثر من ابونا الباشا يا الفت. مشان اسم العيله ومركزنا خلانا انا وانت وناظم بلا جازه. الوحده ما بتحس بالفرق الا بعد ما تكبر. نصيب. ايه نصيب ما قلنا لا. هاي فتنت اجاها محل كتير كويس، خطبها باشا ابن باشا. بس الوحده مو دايما بيجيها ابن باشا عزابي يتقدم لها. الدنيا حظوظ. ابونا الباشا ظلمنا كتير يا الفت. الله يرحمه. تتذكري مصباح بيك؟ بتذكره. يا حوينتو يا حيف عليك. ابونا الباشا ما وافق عليه وحسره بقلبي لهلا اعرف ليش. لو كنت هلا متجوزه كان ولادي حوالي عم يلعبوا وما كنت خفت من الكبر. وشو خلاكي هلا تتذكري يا نازك؟ طول عمرك ما فتحتي تمك. ما بعرف يا الفت. ما بعرف. اكيد عبد الرحيم افندي هو السبب. حرك شي جواتي. حتى لو افترضنا عبد الرحيم شاب صغير باول عمره، مرته كانت صبيه. وانا كمان من جوا صبيه يا الفت. انا من جوا بنت 20. السلام عليكم. مين عبد الرحيم افندي؟ مو معقول. اهلين زاهد افندي. فينك يا رجال؟ ميك سلامة زاهد افندي، أنا هون في حلب. هون؟ إيه فين هون؟ صار لك ثلاث أربع شهور. على كل حال يا جماعة في خبر راح يفرحكم كثير. هات 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 زاهد اشرب. رح أقول بس بصوت عالي. هات يا أساتذة يا أفندية انتبهتوا شوي. إيش في خبر كمان جديد؟ خبر جديد وعظيم. أصدرت الحكومة السورية أمراً بتكليف إبراهيم هنانو باشا بتشكيل وقيادة الثورة المسلحة ضد الفرنسيين في كفر تخاريم وحارم وسلقين وغيرها. زاهد أفندي سبقنا، هذا الخبر كان لازم تقوله أنت بنفسك. أنا؟ الحمد لله اللي سبقني. أنا بتلبك ناظم بيك. إبراهيم أنا لازم أعلمك أصول الخطابة، أنت عم تشتغل بالسياسة وفي قدامك مستقبل مهم. أنا بشك يا أفندية، طول عمره إبراهيم هنانو باشا كان يقود ثورات ضد الأتراك. يا أستاذ سليم، أنت أستاذ فلسفة وعلم كلام وبتفهم. ديكارت علمك الشك، لكن ما علمك يا أبداً بالشعور الوطني. يا حضرات، يا أفندية، إبراهيم هنانو رايح يحارب الفرنسيين مو بس من شان يخفف الضغط عن تركيا، لا ابدا، كمان من شان يحرر اراضي الوطن اللي اغتصبتها فرنسا بحجه ان هي عم تلاحق الاتراك. مصريون مستعمر فرنسي. يسقط يسقط يسقط. عاشت سوريا وتركيا. عاشت عاشت عاشت. اه يا لداني يا لداني يا لداني يا سيدة العربان. امان امان امان. يا لداني يا لداني يا لداني يا زينة العربان. أمان أمان أمان. طيب ها. تفضل عبد الرحيم أفندي. تفضل نازم. ايدي أبو خيوم. مريد كمل الدق نازم بيك؟ ايش بدي أكمل فيه؟ ظاهر إنه يعني أنت ربحان. ان شاء الله يعجبك طبخي عبد الرحيم افندي. اكيد اكيد خالد. تفضل تفضل ناظم. تفضل تفضل هيمة هيمة تعي لهون. هاتي مي بيردي يلا بسرعة. سيك هاتي.
هات. تركي عندي عطشان لسه ما ارتويت. ان شاء الله السم الهاري. ولك ايش عم تقولي؟ مثل ما سمعت. انت بدك ترباية يا بنت. بعد كل هذا اللي عملته فيه لسه بدي ترباية يا ختيار الجن يا مقرف؟ انا بفرجيكي، انا بفرجيكي ان ما ربيتك. قوم قوم فرجيني، قوم ربيني، خلصني من هالعيش السوداء اللي عايشتها. لما يرجع سطام اقول له يربيكي، هو قدك وهو اللي يقتل عليك. يا ربي يا ربي، انا ايش عملت وايش سويت؟ الله يلعن ابو هالعيشة، الله يجازي اللي كان السبب. الله لا يوفقك يا شعبان. يا زلمه كيف عنا؟ رجعيها تشتغل، جبريني بموتها. ولك ان شاء الله بركي بخلص منك. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك يا ختيار الجن.